غابت الفرحة عن هذا البيت لخمسة أشهر بعد غياب قسري لأحد أفراد هذه العائلة، ولكن اليوم تعود هذه الفرحة مجددا بعد عودته من الأسر بعد اعتقال دام لهذه الفترة التي ناشدت من خلالها العائلة لحرية ابنها المسعف الذي تم اعتقاله على حاجز عسكري إسرائيلي قبل 150 يوما. كانت تمر هذه الأيام بكل صعوبة على أفراد هذه العائلة. علاء معمر وهو المسعف الذي يجلس الآن بعد فترة الاعتقال، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تجربة صعبة. صحيح كانت تجربة صعبة، ولكن الحمد لله يعني انتهت بالإفراج وانتهت بلقاء الأحبة، وكان يعني يوم حلو كتير، وإن شاء الله عقبال عند باقي الشباب جميعا إن شاء الله. كنت تفكر في الأبناء، في الزوجة، في الأهل، في الأب، الأم، الإخوة؟ طبعا فيش دقيقة كانت تمر على الواحد غير يفكر في حبايبه وفي أهل بيته وفي أولاده وفي زوجته، وكانت الأمور يعني قاسية شوية، ومر علينا برضو مناسبات كتيرة وإحنا موجودين في هذه السجون، من ضمنها عيد الفطر السعيد وشهر رمضان المبارك، وكنا بعاد عنهم وكنا نتمنى أن نكون موجودين يعني حواليهم وموجودين بيناتهم في هذه، ولكن في النهاية الحمد لله يعني إحنا قدر الله والتقينا فيهم في نهاية عيد الفطر هذا. جميل. طيب خرج والدك المسعف الأستاذ مجد معمر معنا على الجزيرة مباشر في أكثر من مناسبة، كان يصلك مناشدات الأهل؟ تسمع إيش اللي بيصير برا؟ طبعا طول فترة الاعتقال ما كنتش أعرف عنهم أي خبر نهائيا، وكنت أتمنى يعني أنه أنا أسمع صوتهم وارتاح شوية، ولكن لا في اتصال ولا في تواصل ولا بتقدر تعرف عنهم أي شيء، أي معلومة عن الأهل. طبيعة عملك؟ طبيعة عملي سائق أسعاف، كنت طالب تنسيق لإحضار الإصابات من الشمال إلى الجنوب أثناء الاعتقال. الآن بعد التحرر حتستأنف عملك؟ كيف؟ طبعا راح أرجع لعملي كسائق أسعاف إن شاء الله، وهستمر إن شاء الله في هذا العمل الإنساني، لأنه هذا عمل بشرف، وهذا عمل يعني يعني عمل بصراحة الكل بيفتخر فيه، رغم أنه فترة كان تطوع هذا العمل بالنسبة لك. كيف يعني؟ يعني قبل ما يتم التثبيت أو ما شابه كان فترة تطوع. صحيح، هذه بالنسبة لي أنا هواية، يعني اشتغلت أكثر من 4 أو 5 سنوات يعني فترة تطوع، وما كليت ولا مليت من هذا العمل. إن شاء الله تستأنف عملك وموجود عدد من زملائك. شكرا جزيلا لك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم جميعا، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. أرجع لك أبو النور، ظهرت معنا أكثر من مرة وأنت بتحكي عن الأيام اللي كنت بتعدها، ودائما بتسأل الأسرى المحررين وتظهر صورة ابنك على الهاتف النقال، شفتوا ابني كذا، هذه الأيام كيف عدت؟ طبعا تم اعتقال ابني قبل تقريبا 150 يوم، الله بعلم كيف مروا 150 يوم. كنت أنا لما يطلع أسير أروح أدور أسأل أقول له شفت ابني ولا لا، بحثت عنه في كل مكان، في مؤسسات، في مؤسسات في الصليب الأحمر، لكن كان الأمر دون جدوى. مرة يقولون في سجن عزقلان، ومرة يقولون في سجن أوفر، ومرة يقولون في البركسات. عملت عدة مناشدات عبر اللي هو قناة الجزيرة، اللي هو بالسعي والبحث عن ابني من قبل المؤسسات الدولية. 150 يوم وأنا منتظر رجوع ابني، ما فيش مكان إلا سألت عنه. عبر الإيميل تواصلت مع الصليب الأحمر الدولي، لكن برضو دون جدوى. ولكن أخيرا يعني بعد صبر 150 يوم، يوم أروح على المستشفى. أنا طبعا بشغل ضابط أسعاف، وابني برضو ضابط أسعاف، نعمل سويا في مستشفى النجار. وطبعا في 22/11 طلع بتنسيق، وأثناء عودته تم اعتقاله على حاجزنا السريم رغم أنه كان في تنسيق، وصرت أدور على ابني ما لقيتوش. في الآخر المهم تفاجأنا اللي هو مبارح تم الاتصال فيه من معبر رفح أنه ابني تم الإفراج عنه، وكانت لحظة يعني لا يمكن لإنسان أنه يوصف مدى الفرحة اللي عمت البيت هذا، ورجعت السعادة تاني. ولكن لا تكتمل فرحتنا إلا بالإفراج عن بقية الزملاء وبقية الأسرة. شو وضعهم الزملاء الآخرين؟ والله زملائنا لا يزال برضه هم يعني ما بنعرف عنهم أي شيء، يعني مسجونين في بعض السجون، يعني لا نعرف مكانهم بالضبط. حتى الصليب الأحمر أحيانا يدلي بمعلومات وأحيانا لا بخصوصهم.
غياب أحد أفراد الأسرة بالاعتقال دون معرفة أي من المعلومات، أنت احكي لي عن هذه التجربة، كيف مرت على الأهل على الأبناء على الأم؟ يعني غياب أحد الأشخاص باعتقاله بالذات يعتبر شلل كامل للبيت، يعني ما فيش حياة، ما فيش راحة، ما فيش استقرار، ما فيش نوم، ما فيش هدوء، يعني بيت وكأنه يعني لا يسكنه شخص، الكل هاد وبفكر وقتيش أو بنتظر الساعة اللي بده يطلع فيها ابنه. طيب اليوم انت خلاص جزء من الانشغال اللي كان عمل، وفي نفس الوقت انت سائق اسعاف ومسعف وضابط اسعاف بتواصل هذا العمل، الانشغال اللي كان على الابن راح الان، طبيعة العمل حترجعوا تشتغلوا مع بعض؟ رغم انه كان يعني انشغالي على البحث عن ابني الان يعني كنت اقوم بواجب، ولكن ليس على اكمل وجه بسبب البحث عن ابني، ولكن الان بعد رجوع ابني ان شاء الله ربنا يمنحنا القوة اكثر ونرجع انا وابني نعمل سويا على نفس الاسعاف التي تم اعتقال ابني من داخلها، نرجع بالعمل سويا على نفس الاسعاف وعلى نفس النظام وعلى نفس الآلية باذن الله. هو صباحي وانت مسائي؟ هو بيشتغل يوم وانا يوم، هو 24 ساعة وبعدين بستلم منه انا الاسعاف 24 ساعة. جميل. بدي احكي عن الفرحة اللي غابت عن البيت والان البيت اصبح مزار للضيوف والاحبة. الحمد لله رب العالمين، يعني من لحظة ما طلع ابني للحين يعني الفرحة عمت مش بيتنا كمان، حتى الجيران، حتى الاصحاب، حتى الاصدقاء، يعني زي ما انت شايف يعني لحتى اللحظة هذه والناس رايحة جاي الحمد لله رب العالمين واحبابنا كتار وبطمئنوا علينا، وان شاء الله فرحتنا تكتمل لحين ما يتم الإفراج عن باقي زملائنا من ضباط الأسعاف ومن الكوادر الطبية ومن النازحين إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله على السلامة لابنك. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. أظن أنت مجدي صح؟ مجدي الصغير، مجدي الكبير ومجدي الصغير، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة أبوك. الحمد لله. كيف كانت الفترة هاد؟ والله أحلى فرحة. الآن فرحة؟ الفترة اللي فاتت كيف كان؟ والله كنت اشتقت له كتير. وكتير اشتقنا له وبندعين ضلين ندعي له يا رب يطلع، وهذه اللحظة أحلى لحظة بحياتي. كيف لما طلع وين استقبلته؟ كيف شفته في الأول؟ إيش التغيرات اللي كانت على شكله؟ والله هاي دقنه منور فيه وشعره منور. ومبيض؟ مبيض محلى شكله. انت بتوصف ابوك يعني هذا الوصف اجمل وصف. مع انه كان في اعتقال. اشتقنا له كتير، محدش كان اشتاق له هيك زينا. كتير اشتقنا له. لكن مر العيد، مر عيد الفطر، ومن قبله رمضان بدون الاب كتير وهو مش موجود. يعني هيك كتير زعلنا. كان نفسك عيدك؟ لا بدناش عيدية، بس بدنا نطلع. لا بس برضو العيدية حلوة. اخ والله زعلنا كتير عليه، وهي هذه أحلى فرحة الحمد لله. الحمد لله. هاي قدامك ايش بتحب تحكي له؟ الحمد لله على سلامتك، والحمد لله انك رجعت وهيك، يعني ننام مع بعض هيك، نقعد مع بعض نسهر. هترجعوا تناموا عند بعض الان ان شاء الله؟ ان شاء الله. شكرا يا مجدي. عفوا. شكرا جزيلا. ايش بكون لك عمو علاء؟ بكون خاله علاء. خاله علاء، كيف كانت الفتره اللي فاتت وهو غايب عنكم؟ صعبه علشان هو راح واحنا كتير زعلنا. قبل ما يغيب عنكم في فترة الاعتقال هاد، إيش كان شغلات أنتم بتتذكروها إله في الأعياد، في شغلات هاد، في المناسبات؟ كان يفرحنا، وكان يعزمنا عنده، كان يعيدنا، كان يخلينا ننام بحضنه، كان يعملنا زي البابا. وحترجع هاد الأيام؟ طبعا. والدك أنت استشهد؟ صحيح. الله يرحمه. فاليوم عمك علاء وعمامك الآخرين بيعوضوك عن هذا الشغل؟ صحيح، بده يعوضنا عن كل إشي، كمان بده يخلينا بدل بابا كمان. إن شاء الله يقدر يعوض غياب الأب إن شاء الله. كيف مر عليكم العيد هذا؟ مر علينا مش حلو عشان خال علاء مش موجود، كمان عشان هو بيعيدنا، وكتير احنا زعلانين عشان هو بعيدناش بهذه الفترة.
الحين بدك ترجع تعيدهم تعوضهم، دير بالك انت الان لازم تعوضهم. طبعا حيكون عيدهم عيدين ان شاء الله، وحنعوضهم الفترة اللي فاتت ان شاء الله هم وابنائي ان شاء الله، وتكون احلى فترة باذن الله يعني، وان شاء الله تنتهي الغمة هذا على خير وتنتهي على الشعب الفلسطيني بشكل عام، والكل يفرح ويعوضوا هالامور الصعبة اللي مرت عليهم باذن الله. إن شاء الله هذا الأمر متاح الآن في ظل وجودكم. أبو النور ذكرني باستشهاد ابنك والدهم اللي هو جوز بنتي، زوج بنتك. هو استشهد تقريبا قبل 3 سنوات في برج زعرب، كان موجود في نفس البرج، كان في له مكان كافي تحت، وتم استهدافه من قبل قوات الاحتلال، وتم استشهاده هو أيام أستاذ علي رحمة الله عليه. الله يرحمه. شكرا شكرا جزيلا لكم. بدي ارجع بحكي معك، ايش اسمك انت؟ غنى. غنى، مين اللي اختار لك الاسم؟ ماما. ايش يعني غنى؟ والله ما انا عارفه. غنى يعني غنى، غنى النفس. كيف مر عليك العيد يا غنى؟ كان كتير صعب لانه بابا ما كانش موجود ولا خاله على، كان اليهود حاجزينه عنده. ومرينا هدول الأيام بأوقات صعبة كتير. واليوم؟ واليوم أحلى فرحة، هادي هدول الأيام أحلى فرحة كانوا. ما شاء الله هيكم جمسين. الحمد لله. أكيد واحد يعني بده يلبس ملابس كتير حلوة لأنه خاله طلع من عند اليهود، والخال والد احنا بقولوا عنه، وإحنا منحب خاله كتير يعني. هذا كان مقام بابا كتير يعني، كنت كتير أحبه، ولما راح يعني ما كنتش يعني قادرة أستغنى يعني عنه، كتير كنت أدعي له، وكنت كتير أدعي له أنه إن شاء الله يفك أسره ويرجع بالسلامة. بس هدول 150 يوم كتير الفترة، مش عارفة كيف أصلا قضيناها، ومش عارفة كيف مرت بسرعة بهذه السرعة. الحمد لله أنه طلع حيه. الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا غنى. عفوا. سلامات. يا مرحبا يا واس. غياب الأخ اليوم اللي هو السند. أي نعم، سنشد عضدك بأخيك. للأسف الشديد أن العضد غاب فترة طويلة كتير، والفترة كانت صعبة جدا 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 فوق الخيال يعني. بشكر الله بحمد الله أنها عدت ماشي، عدت لينا، لكنه ساب فراغ كبير 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 بعد ما اعتقلوه، لكن اليوم احنا فرحة لا توصف الحمد لله بسلامته وبجيته. طيب اليوم الفترة كانت صعبة، انا شفت يعني كتير كانت المناشدات والكلام عن الغياب، شهر والتاني والتالت والرابع والخامس، في ظل انه فيش معلومات، هذه الفترة بتكون صعبة. اي نعم، صعبة جدا يعني، لدرجة انه الواحد بيكون مشتت مش فاهم ولا عارف، وبس بده اي معلومة بس اللي تطمن قلبه، سواء انا كاخ او والدي كاب لاخوي، انه بس الواحد محتاج انه معلومة بس بسيطة انه يطمن قلبه بس، وشاء القدر انه على فجأة يكون بين ايدينا في احضاننا الحمد لله رب العالمين. خلاص، وراحت ايام صعبة، الله لا يجيبها من الايام، والله يفك جميع اسر جميع الشباب ان شاء الله، والعقبة عند الجميع بالفرحة الحلوة هذه. تمام تمام. لحظة عن اذنك خلينا. طبعا مين احلى ام في الدنيا؟ مرحبا يا احلى ام في الدنيا، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. نفسك يا قلبي، نفسي كنت اشوفك واحضنك، نفسي احضنك يما، نفسي احضنك. والله نفسي احضنك، مشتاق لك، مشتاق لك جدا. انا منيح بخير يما، انا منيح الحمد لله، شفتك على الدنيا وانت طيب وبخير يما، الحمد لله يما، ربنا كريم يما، اشهد واشكر الله يما كل حين وكل وقت يما، اللي انت طيب وبخير يما، الحمد لله يما، اتمنى مني يما ركب لنا حين هيك وجيك يما واشوفك يما. خلاص طيب، خلاص مشتاق لك يما، مشتاق لك يما، مشتاق لك. وانا مشتاق لك كثير والله، والله مشتاق لك كثير، ونفسي اشوفك وحضنك. انا بخير وانا منيح، وهيني موجود، وهيني موجود بناتهم، وهيني موجود بناتهم. يا رب يفرج كرب الاسره كلهم يا رب، يا رب، يا رب زي ما فرح قلبي يفرج كل الاميات يما، كان نفسي، كان نفسي تشاركينا الفرحة هذه، كان نفسي تكون الفرحة فرحتين وتكوني موجودة عنا وتكون موجودة بناتنا. ربنا ربنا يحماكي. قولي معك يما في كل لحظة في كل ثانية وأنا معك يا حبيبي.
هيو بينا هيو بينا هيو بينا يا نور والحمد لله كويس يا نور هيو بينا والحمد لله كويس وصحتك كويس والحمد لله ربنا رجعنا اياه بالسلامه وان شاء الله كلها فتره بسيطه وتيجي هنا وتحتضنيه في حضنك ان شاء الله وتحسسيه بالحنان اللي كان هو محتاجه في فتره غيابه لمده 150 يوم. الحمد لله شكرا لله اني شفته هيك طيب وبخير وبعقله وكويس ومعافى يا رب شكرا لله الحين وكل حين قد ما اشكر مش خوف 1% من الشكر لله شكرا يا الله شكرا لله يا رب يقبل كل الاسره كل الاميات يا رب شكرا يا الله ان شاء الله الحمد لله اطمئن عليه اطمئن عليه وهو بخير وبصحة جيدة الحمد لله وربنا استجاب لدعواتنا ودعوات الأحباب وربنا سبحان الله تدخلت العناية الإلهية تدعي لك يما نورت بيتك يا حبيبي ونورت أولادك ونورت قلبي من جوا يما إن شاء الله نورت كل الدنيا يما إن شاء الله بتكتمل فرحتنا إن شاء الله لما تيجي من الغربة وتشاركين الفرحة هذه إن شاء الله وتشاركين الحضن وتشاركين حضن الأم أنا يما من كتر ما بفكر فيك كنت أنت قدام يما كنت أنت قدام يما عشان بفكر فيك يما الحمد لله أنا لما شفتك طبت يما كل الوجع راح يما الحمد لله يما أنا طفت لما شفتك يما الحمد لله هالوقت بدك تقوي أنت هيني أنا منيح وكلنا مناح بدك تقوي وتصير منيحة وإن شاء الله ربنا يشفيكي ويعافيكي يما وتيجي بالسلامة وتوصل إن شاء الله توصل منيح ونستقبلك أحلى استقبال إن شاء الله اقوي وخليكي منيحة يما هينا مناح وكلنا مبسوطين الحمد لله وهينا متجمعين مع بعض الحمد لله يما اللي انت بخير سمعت صوتك بخير وشفتك بخير يما الحمد لله اكبر اشي شفته اللي شفتك بخير يما انا الحين طبت يما اليوم عيدي انا يما اليوم احنا عيدنا اليوم احنا طبنا اليوم احنا كويسين الحمد لله يما عقبال كل الاسره يما عقبال كل الاسره يما وربنا يهدي البال ويصلح الحال يما يهدي البال ويصلح الحال يا رب يا رب هالغمه تزول كلها يا رب تزول عن كل غزه يا رب يا رب لله. ان شاء الله الحمد لله يا منور دير بالك على حالك وهي زي ما انت شايفيته بخير وكويس وصحه جيده وهينا كمان انا بحضن عنك تمام وببوس عنك وان شاء الله انت في اسرع وقت بتشرفينا هان لما تكتمل فتره العلاج تبعتك وبتيجي هان ان شاء الله وبتشاركينا الفرحه هذه وبتحضني وزي ما بدك يعني ان شاء الله كله بصير دير بالك على حالك اهتم بحالك وان شاء الله توصل بالسلامه ان شاء الله ايش في مصر بتعمل رحله علاج راح تتعالج وان شاء الله تجينا بالسلامه طمنونا على صحتها اسالوها عن صحتها صحتها هي طابت من لحظه ما شافت علاء هي يعني تقريبا طابت من لحظه ما شافت علاء ان شاء الله صحتك منيحه يا ماما والله الحمد لله يما انا من يوم ما شفتك يما صحتي صارت منيحه الحمد لله يما انا الحين احسن واحده في العالم يما عقبال كل الاميات يما عقبال كل الاسره يما الله يحرر الجميع الله يطلع الجميع يما يا حبيبي يما اللي فرح قلبي يفرح قلوب الاميات كلها يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا رب تمام دير بالك على حالك هالوقت نروح عشان نشوف ضيوفنا ان شاء الله ودير بالك على حالك ونشوفك على خير ان شاء الله. وبس يروحوا ان شاء الله بكلمك ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله تقلقيش ان شاء الله اهتم بحالك واهتم بصحتك لما تنقضى فتره العلاج هذا وترجعي لنا بالسلام ان شاء الله ان شاء الله الله يجمعني فيك وعخير يا رب العالمين الله يجمعني فيك وعخير مع السلامه صعبه مشاعر عليكم بونكو الى الامانه يعني المشاعر لا توصف يعني فيه من بعض الأمور مفرحة ولكن مبكية في الداخل بدو تخبوا عنها شغلات احنا هي سافرت تقريبا لها تقريبا يمكن 20 يوم زي هيك لكن كان قلبها معلق بعلاء هي يعني ما كانتش لها خطر تروح تتعالج لكن انا يعني صممت لها تروح تقضي فترة العلاج هذا لانه انت عارف انه المرافق الصحية عندنا تدمرت تدمير كامل فطلعناها على اساس تتعالج وطلعت وعلى ابنه طلع يعني امبارح وهي كانت مسافرة وكانت فرحة يعني عظيمة جدا بالنسبة لها ولكن بتكونش الفرحة زي انها تلتمس ابنها في حضنها وتحضنه وتحس بالبرود او بالعطش اللي كانت هي مشتاقيته لابنها يعطيك العافية الله يعافيك حياك ربنا يكثر افراحكم يا رب العالمين شكرا جديد الحمد لله على سلامة ابنك الله يسلمك حياك الله يعطيك العافية الله يعافيك تحياتنا بهذا الشكل ربما تدخل هذه الفرحة على هذا المنزل وهي فرحة
تحتاجها الكثير من البيوت التي ربما تغيب عن أصحابها هذه السعادة التي تدخل اليوم على هذا المنزل. والحديث دائما عن آلاف من أولئك الأسرى الذين غيابهم الاحتلال وراء تلك القضبان، أولئك الذين غابوا منذ عشرات السنين أو حتى أولئك الذين غابوا منذ عشرات الأسابيع. علاء سلامة لقناة الجزيرة مباشر من مدينة رفح جنوب القطاع.